بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. الحصان العربي الأصيل من أجمل الهدايا اللي ربنا بعتها لنا وبالأخص لينا إحنا كعرب. حيوان جميل بيتمتع بكتير من الصفات المحبوبة زي جمال الشكل والإحساس والصبر وقوة التحمل، علشان كده له كتير من الأعمال اللي بيقوم بيها زي خيول الجمال وخيول العمل في المزارع وخيل السباق وغيره كتير. وبناء على طلبكم هنتكلم في فيديو النهاردة عن تغذية الخيل، بس ما تنسوش قبل ما نبدأ تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتنا، ولايك للفيديو علشان نستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الخيل في الطبيعة من الحيوانات اللي بتحب ترعى في الطبيعة وبالأخص في السهول، وتاكل من النباتات الطبيعية كميات كبيرة زي الحشائش والخضار والأعشاب وورق النبات وبعض الفواكه. والخيل بتمتلك جهاز هضمي خارق وقوي، وده ربنا خلقه الحكمة علشان يقدر يهضم الأنواع دي من الأكل بما فيهم مادة السلولوز واللي موجودة في الخشب. ومعدة الخيل بالرغم من أنها صغيرة نسبيا إلا أنها قوية جدا، وحجم الأمعاء في الخيل ضعف الحيوانات أكلة اللحوم وبتاكل قدها مرتين، والسنان في الخيل صغيرة نسبيا ولكنها شديدة الصلابة. وزي ما قلنا إن الخيل بتختلف في نوعية العمل اللي بتقوم بيه وكمان بتختلف في حجمها، فمثلا هنلاقي الخيول الكبيرة في الحجم والتقيلة بتستخدم في جر العربات والحمولات الكبيرة لوقت كبير من اليوم، والنوع ده من الخيل بيحتاج كميات كبيرة من الأكل، وطبعا علشان يأكل الكميات دي فلازم يكون أكلها مش مكلف، فهنلاقي معظم أكل الأنواع دي من التبن والحشائش بكميات كبيرة، وبنزود على الحاجات دي معدل بسيط من الحبوب الضرورية والمهمة زي الشعير والشوفان واللي بيساهموا بشكل كبير في بناء العظم والعضلات وقوتهم، وغيرهم من الحبوب اللي بتحتوي على البروتين زي فول الصويا واللي بتحتوي على الفوسفور والفيتامينات. أما الخيل الخفيفة زي خيل السباق وخيل الجمال والعروض وخيل الركوب للنزهة والرياضة فبتاكل كمية متوسطة من الأكل، وبتكون متوسطة في التكلفة برضو، مع أن النوع ده من الخيول حظه كويس لأن معظم مالكيه بيكونوا قدرتهم المادية عالية نسبيا. والنوع ده من الخيل بيأكل كمية كبيرة من الحبوب اللي ذكرناها ده إلى جانب البرسيم والخضار والفاكهة. طبعا الخيل الطليقة اللي بترعى في الحقول والمزارع بتكون تعرضها للاضطرابات الهضمية والنفسية أقل من الخيل اللي بتبقى موجودة في الاسطبلات، والسبب في ده إنها بتستنشق الهواء النقي لفترات طويلة غير تعرضها لأشعة الشمس. ولازم ننوه هنا لأهمية الحبوب في غذاء الخيل علشان نمو العظام والعضلات بشكل قوي يقدر يستحمل المجهود اللي بتبذله الخيل، علشان كده الحبوب هي العنصر الرئيسي المتمم لغذاء الخيل. هنيجي بقى للأعلاف والحبوب اللي بتستخدم في غذاء الخيل زي البرسيم، وده من أفضل أنواع العلف للخيل والأفضل إنه يكون ناشف أو جاف واللي بنسميه الدريس. الجزر، وطبعا كلنا عارفينه هو من الخضار السهل الهضم وحلو المذاق، والخيل بيحب الجزر كتير وبيأكل منه كميات كبيرة. الشمندر العلفي، وده من الأعلاف المفيدة وسهلة الهضم واللي بيحبها الخيل. الحشائش الخضراء، وطبعا دي بتعتبر العلف الأساسي في تغذية الخيل. الشعير والشوفان، ودي من الحبوب الرئيسية والمهمة واللي بتدي طاقة كبيرة وبتساعد على بناء العضلات والعظم وتقويتهم بشكل كبير، والشعير يفضل انه يكون منقوع في مية مغلية. بذور الكتان، بذور الكتان مفيدة جدا للخيول بشكل عام بسبب تأثيرها على القناة الهضمية، والخيل الجمال بشكل خاص لانها بتدي لمعان وبريق للجلد. التبن، وده من الأعلاف اللي بتتاكل بكميات كبيرة علشان يملى البطن ويحسس الخيل بالشبع. فول الصويا، وطبعا ده المصدر الرئيسي للبروتين والمفيد لعضلات الخيل. أما بالنسبة لشرب المية فالمفروض إن الحصان يكون متوفر قدامه المية النظيفة بشكل دائم طول اليوم. الحصان البالغ تقريبا بيشرب من 45 ل 55 لتر مية في اليوم حسب الجو وحسب كمية المجهود اللي بيعملها الحصان. ولو المية مش متوفرة بشكل دايم يفضل تقديم المية للحصان على فترات ومواعيد ثابتة. وبعد ما تكلمنا عن غذاء الخيل والأعلاف والعناصر الأساسية للتغذية، لازم نتكلم عن شوية توصيات وتحذيرات في تغذية الخيل علشان نوصل لأقصى استفادة من موضوعنا. نبدأ بالتوصيات.
لازم نهتم بتغذية كل حصان لوحده لاختلاف ظروف كل حصان عن التاني تبعا لحالته أو سنه أو طبيعة عمله. لازم يكون في مخطط أو جدول زمني للتغذية. لازم يكون برنامج تغذية الخيل بإشراف أخصائي تغذية أو طبيب بيطري علشان نتأكد من الاحتياجات الغذائية السليمة للخيل. لازم نهتم بنظافة المكان والأوعية اللي بنأكل فيها الخيل يوميا، وياريت يكون الأكل كله في أوعية علشان ما يختلطش بالرمل. نيجي للتحذيرات، وعندنا تحذيرين مهمين. لازم نتجنب التغيير المفاجئ في النظام الغذائي للخيل علشان ما نعملش مشاكل في الهضم، ولازم نمنع شرب المية المفاجئ للحصان بعد المجهود الكبير، وعلى الأقل نصبر عليه ساعة علشان يهدى، ولو لازم انه يشرب فكمية صغيرة ويستحب تكون مية دافية شوية. وفي النهاية لكل المربين او المهتمين بالخيل، لازم علشان تعمل برنامج تغذية سليم وما تضرش الخيل اللي عندك، لازم وجود طبيب بيطري او اخصائي تغذية للاشراف على النظام الغذائي علشان يقدر يستوعب اختلاف انواع الخيول وظروفها وطبيعة عملها والمجهود اللي بتعمله وكميات الاكل والعناصر اللي هتنضاف على كل وجبة علشان نوصل لافضل نتائج والتغذية سليم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واستنونا في فيديو جديد مع سلسلة فيديوهات الخيول العربية. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وياريت ما تنسوش تشاركوا في القناة ولايك للفيديو، وشكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.